بقضية. عندي قضايا كتير بس أنا حبيت أقدم شي للبنان. ما في قضية، عديتين للبلاد والخريطة تبع لبنان. ما بشوف في قضية. رسالة إلها مضمون. بدك تحكي العالم مشان الوطن العربي. إلها مضمون الرسالة. وتشرب الناس ماي كرمال الوطن العربي. أحسنتي نعم. وبتعطيهم ربطة خبز كرمال الوطن العربي. هذا الهدف اللي أنا تقدمت له بالضبط. وين بيصرفوهم؟ تجني بدها تصوت، ما فيش تكلة، إيه؟ طيب، الزين. كيف بدك؟ نجوى. شو بدك؟ كنت عم تصور. بدع التوازن ولا لازم ولا كيف؟ لازم يتحرك. لازم طبعاً. اطلعي. لازم. لا عم بس أنا وين بدي أطلع؟ عم بسأل سؤال. التجربة. عم بسأل يعني إنه أنا ما عنديش. أنتي بس عمالة تطلعيني ما تطلع. اطلعي. طبعاً صحيح. على السلو. ما أنتي طلعتيني للتعبان يعني وأنت طلعتيني. بس لما بتذكر حالي أنا بصغير وبتذكر ستي وبتذكر ضيعتنا مستحيل ما أتذكري. ولا كلمة. ما حش تحكي. لا ما تعيط عليه إذا بتريد صحبي أنا وستو. نحن عم نمزح وعم نلعب لنعطيك جو حلو وجو للناس. نحن كل إنسان بيجي لهون بنحترمه ومنحب اللي بيقدمه شو ما كان، هو حر إنه يصدق موهبته أو لا.